لا يزال مئات من سكان مدينة إيلازك شرقية تركيا يعيشون في العراء أو خيام مؤقتة، وذلك بعد أن ضرب المدينة زلزال أمس أسفر عن مصرع وجرح العشرات وتشريد مئات آخرين. وقد حذر خبراء الزلازل من هزات قوية تهدد معظم أرجاء تركيا. هكذا بدت قرية أوكتشولار إحدى ثلاثة قرى دمرها الزلزال الذي ضرب ولاية إيلازيغ في شرق الأناضول في تركيا. عشرات القتلى والجرحى هم ضحايا الزلزال الذي فاجأ أهل القرى وهم نيام في بيوتهم الطينية التي لم تتحمل الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات بمقياس ريختر وسويت بالأرض. كنت نائمة وفجأة شعرت بالزلزال وأحسست بذعر شديد واحتضنت أطفالي وخرجت من المنزل ووجدت حولي كثيرا من المنازل قد هدمت. سارعنا إلى إنقاذ من بقي تحت الأنقاض ووفقنا في إنقاذ المصابين وإسعافهم بالإمكانيات الموجودة لدينا. كان هناك عشرات القتلى والجرحى. الزلزال شعر به سكان مدينة إيلازيغ والمدن القريبة منها كمالاطيا وديار بكر وبنغول. أما توابع الزلزال فقد استمرت إلى ساعات زارعة الذعر في نفوس المواطنين الذين فضلوا البقاء خارج منازلهم في أجواء باردة وممطرة. هذا الزلزال زاد من تخوفات الأتراك من تعرض بعض مناطق تركيا إلى زلزال مدمر ربما يودي بحياة الآلاف من السكان وفق خبراء الزلازل. منطقة بحر أيجا مهددة بالزلزال وخاصة مثلث رودوس ومرمريس وفتيا، وأيضا شمال الأناضول كمدن أماسيا وتوقات وتشانغاري وغيرها يمكن أن تتعرض للزلزال، لكن المناطق المحيطة بإسطنبول غير نشطة حاليا وفي أبحاث التي قمت بها مؤخرا، ولا أعتقد أن تتعرض إسطنبول لزلزال قبل العام 2015. خبراء الزلازل يتفقون على أن جميع مناطق تركيا معرضة لزلازل بدرجات متفاوتة، لكنهم يختلفون حول المناطق الأكثر عرضة لزلازل شديدة التدمير، خاصة وأن تركيا تقع فوق عدة صدوع زلزالية. والزلازل التي تضرب بعض مناطق تركيا بين الحين والآخر وبدرجات متفاوتة تذكر الأتراك بالزلزال المدمر الذي ضرب مدينتي إزميت وأدابازاري القريبتان من إسطنبول وراح ضحيته عشرات الآلاف في أغسطس آب عام 1999 بين قتيل وجريح. زلزال مدينة إيلازيغ أيقظ الخوف في نفوس سكان تركيا من زلازل قوية، يحذر خبراء الزلازل من أنها ستضرب مناطق مختلفة في تركيا في أوقات لاحقة. ووفق توقعاتهم فإن إسطنبول والمناطق المجاورة لها من أكثر المناطق عرضة لتلك الزلازل. عبد الناصر سنجي، بي بي سي، إسطنبول.